الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. সম্মানিত শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা, আজকে আমরা সূরাতুল বাকারার 86 নম্বর পর্বের ক্লাস করব ইনশাআল্লাহ। তো প্রথমে আমরা শব্দ শব্দে ভেঙ্গে ভেঙ্গে উচ্চারণ শিখব, তারপরে সম্পূর্ণ রিডিং শিখব। ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত না টেনে, স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখবেন। তো কথা না বাড়িয়ে আজকের ক্লাস আমরা শুরু করি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى
صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين সম্মানিত শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা, আমরা এখন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু রিডিং শিখব। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين
সদাকাল্লাহুল আযীম।